أهلا بحضراتكم. خلينا نبتدي قعدتنا بالأخبار، ويمكن أبرزها هو اجتماع الحكومة أو الاجتماع الأسبوعي للحكومة اللي ترأسه بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرق فيه رئيس الوزراء إلى الحدث الاقتصادي الإقليمي اللي بتشهده مدينة شرم الشيخ، وهو الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استضافة مصر لهذا الحدث البارز اللي بيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية. امبارح أيضا التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى بالفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا. أما الجيش الثالث الميداني فقد نظم عدد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية لخدمة أهالي سيناء، وعندنا أيضا تفاصيل وأخبار تانية كتير في سياق هذا التقرير. اجتماع الحكومة الأسبوعي كان أبرز الأحداث اللي تصدرت الاهتمام امبارح، وترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرق للحدث الاقتصادي الإقليمي اللي بتشهده مدينة شرم الشيخ، وهو الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي. وأشار رئيس الوزراء لأهمية استضافة مصر لهذا الحدث البارز بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتوجيه أي فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل التعاقد مع عيادات خاصة بسعر مخفض. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أنه لم يتم تكليف أي موظف بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة وتحصيل مبالغ مالية، وإن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للحكومة نهائياً. وناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل لتحصيل مبالغ مالية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات العسكرية الثنائية، وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة التعاون العسكري المصرية الرواندية برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين، وتناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية بين الجانبين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدني في كافة ربوع مصر، قامت قيادة الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع محافظتي الشمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء. وقامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم ليهم في مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض. وأعرب أهالي سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها في دعم القطاع المدني وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية.